بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة وبركاته. أما بعد، نواصل الحديث عن بعض أسرار آيات وردت في صدر سورة القصص. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. احنا ربنا ميزنا في هذا العصر ان نعلم قليلا عن اصول القبيحه للفرعنه. راينا كيف كانت الفرعنه قزمه في تونس واعظم منها شانا قليلا في مصر، ثم كانت في اليمن وليبيا، ثم كانت اعتى واقبح منظرا ورائحه منا في سوريا. ورينا لكون الحاكم المستبد كان من شيعة العلويين وهم من أقبح المنحرفين. يقولون فيما ما أعلم أن الله هو سيدنا علي كرم الله وجهه، أو بعضهم يقول أن أمين الوحي عليه السلام من أخطأ في إرسال الرسالة في أو يعطيها سيدنا علي، أعطاها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني من البداية يرحيوا فكرة الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام أمين، والله مؤمن، وأمين الوحي أمين، وتحبوا يوقع خطأ؟ الله يبقى الله. مش قال الله في سورة بقرة في هذا الكرسي قال عظيم وعلي، مش معناه إذا كان ذكر علي فهو علي. العلي هنا بلا بألف ولا بالتعريف ولا جدال بأنه الله سبحانه وتعالى، بينما علي ليس هناك ألف ولا. يا ناس فيقوا يا ناس، راهو برشا ناس في ضلالات، فلا تكونوا من الناس اللي يجد عليهم كلام، خاصة اللي يجيوا من الشيعة المنحرفة. إياكم احذروهم، الشيعة المستقيمة إخواننا، وليس لنا أن نسميهم شيعة بل نسميهم مسلمون مؤمنون من مستحيون من الله حق الحياة، يعني هم المحسنون كما نحن المحسنين أهل السنة. هناك أهل فقط وأهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان، ليس هناك شيعة وسنة، بل هناك إيمان بالله وتصديق لرسالاته واتباع رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام والعمل بالقرآن الكريم. إن فرعون على في الأرض، يعني بغير الحق، على واستعلى وقال أنا ربكم الأعلى، وقال الأنهار تأتي من تحت قدمي، وهي أساء أزين بها نفسي. فإذا أن الله أعطى تلك الفرص تلك للزينة ليزداد شؤما على قومه ويزداد عتوا على المنحرفين منهم. وإحنا عندنا في سوريا الانحراف كان في القمة في هذا العصر، في القمة المشؤومة. الراجل حتى من اللي فاحت ريحته الفاسدة من العلويين من تبرأ منه. شوفوا ربنا كيف ينتقم من أعدائه بأعدائه. يعني كانت العلويين ربما برمتهم كانوا يؤيدون هذا النظام الفاسد في سوريا، خاصة الكلب البولي كان، والعياذ بالله من عاث فسادا في إخواننا المسلمين هناك. يعني شيء كبير المقتل كانت دون رحمة وشفقة، كأنه أكبر عدو من سوريا وقتها هم الإخوان المسلمين. الإخوان الإخوان ربي قالنا من المؤمن أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني سبحان الله، لعلك مش ترحم وتفلح وتنجح دنيا وآخرة لازم تكون أخو لأخيك ولأختك. بلاش أخو بلاش إسلام يا ناس. الإسلام يبنى على توحيد وعلى آداب، ومن الآداب أن نطبق ما قاله الله، فإن شهد الله لنا بالأخوة نحن إخوة في عمل في سبيل الله ولله في رمضان، فنحن إخوة، نحن نتعاطى باسم الأخوة، نحن نتراحم باسم الأخوة، نتسامح باسم الأخوة، نتعامل بالتسامح باسم الأخوة، نعلم بعضنا البعض باسم الأخوة. يعني ماش ما يربط الإسمنت الذي يربط بيننا هو نور الله، ونور الله لا يأتي بدون أخوة. ولهذا نعاود إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ليس هناك منافصل مؤمن عن مؤمن،
وفئة عن فئة، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. الأمر موكول إلى الله، ليس لنا أن نقول نزكي أنفسنا أو نزكي غيرنا، لا نعلم عن أنفسنا شيئا، علمنا لا يساوي شيئا، ما يجيش جناح من ذر، جناح بوزو يعني جزء من بوزو، وما أدراكم البوزو، يعني هذا أصغر جزء. أنا يجب أن يفسر لك المجد واكتشافه هذا حديث، يعني نحن المؤمنون لا نعلم شيء إلا ما ورد في الكتاب وعلى لسان رسولنا عليه الصلاة والسلام من حديث قدسي وحديث أبو شريف. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم بني إسرائيل، لأنهم كانوا ناس يسبوا في غضب الله، فالله سلط عليهم من تألها باش ما لا يصومهم سوء العذاب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، وهو في بوتقة وفي زمرة المفسدين في الأرض، وبنو إسرائيل هم مفسدون في الأرض منذ ظهروا على هذه الأرض، فحذروهم يرحمكم الله، وكونوا متبرئين منهم حق التبرؤ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.